فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل تصميم زي ده بالتفصيل، وهنركز اكتر في الحلقه بتاعت النهارده على ازاي عملت الكومبوزيشن او التكوين بالشكل ده، وهنركز برضو على تفاصيل الايديت او التعديل بتاع الصور ودمجها مع بعض بالشكل ده عشان تديني تكوين كامل يوصل الرساله. فمن غير كلام كتير يلا بينا نخش في السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ربكم بخير وفي سعاده. انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. خلينا ما نضيعش وقت كتير ونخش في التوتوريال، ولكن قبل ما نخش في الشرح بتاعنا النهارده حابين نسمع كلمه من سبونسر فيديو النهارده، وهو برنامج ريبير ات من شركه وندر شير. البرنامج ده يا جماعه يعتبر منقذ لاي حد الفايلات بتاعه الفيديو بتاعته باظت وحابب ان هو يسترجعها. طريقه استخدام البرنامج سهله جدا، نخش على الويب سايت بتاع ريبير ات وندر شير من اللينك في الديسكربشن، وتقدر ان انت تستخدم البرنامج سواء اونلاين للفايلات اللي حجمها مش كبير. هنيجي عند السكشن ده ندوس ليرن مور، وتقدر ان انت تدوس وتختار الفايل اللي انت عاوزه، او تقدر كمان انك تحمل البرنامج نفسه على الديسكتوب وتتعامل معاه كاي برنامج عادي جدا. هاجي من كلمة try it free وهدوس عليها وهيتحمل لي البرنامج، وبعد ما تحمل البرنامج هيفتح لك النافذة بتاعته. وهو الواجهة بتاعته سهلة جدا، في عندك هنا اتنين اوبشن. الاوبشن الاولاني لو عندك فيديو بايظ وعاوز تصلحه، او لو عندك صوره معينه بايظه عايز تصلحها، وهتدوس اد وتختار الفيديو. وليكن مثلا عندنا هنا الفيديو ده، لو دوس دبل كليك عليه هيقول لي كوربتد فايل، لان الجهاز عندي قطع كهربا من غير ما سيف الفيديو وانا كنت بسجله. فانا هاجي على البرنامج وهدوس اد وهختار المكان بتاع الفايل بتاعي، واختار الفايل وهدوس اوبن، وبعد كده هيبتدي اني هحدد الفايل وهدوس ريبير. اول خطوه هنا بعد ما دوست ريبير الفايل ما قدرش ان هو يصلح كفايه، ولكن انا لو جيت هنا ودوست ادفانسد ريبير فهو هنا بيقول لي لو عندك اي فيديو يكون شغال بنفس الصيغه بتاعت الفيديو بتاعك الحالي، يعني انا الصيغه بتاعتي ام بي 4، لو عندي اي فيديو يكون سجلته قبل كده ام بي 4 احطه له عليه عشان يفهم ان الفايلين دول الداتا بتاعتهم زي بعض، وبعد كده يصلحه بناء عليه. فانا هختار مثلا اي فيديو عندي يكون شغال، وليكن مثلا اي فيديو انا كنت مشغله قبل كده مسجله بنفس البرنامج، هدوس اوكي ونيكست، وهيبتدي ان هو يتعرف لي على الاثنين ويعمل لهم ماتشنج مع بعض. وبعد ما خلص تحميل هيقول لي ان هو سكسسفول، هتيجي تدوس اوكي، واول ما هتفتح الفايل هيفتح معاك الفايل بشكل عادي جدا، تقدر ان انت تستخدمه وتدوس سيف وتحفظه في اي مكان تحبه. بسيب لكم ان شاء الله في الديسكربشن لينك من خلاله تقدر تدخل على الويب سايت، تقدر ان انت ترفع الفايلز بتاعتك تصلحها، او تقدر ان انت تحمل من خلاله البرنامج وتشتغل عليه على الديسكتوب عادي جدا. وبس كده سيدي، خلينا نخش بقى في التصميم بتاعنا النهارده. في البدايه خالص التصميم نفسه انا كنت حابب اعمله بالتكوين الشكل اللي هو الهرمي ده، شفته في كذا حته قبل كده وعجبني وبيديك احساس كده بالفخامه، وطبعا الطلاب وهم باصين لفوق شويه كده ده بيدي لك ان المستقبل مشرق وهكذا. فده الاحساس العام اللي انا كنت حابب اوصله من التصميم. واخترت هنا التكوين الهرمي السيمتريكال، اللي هو لو قسمت التصميم تقريبا نصين كده هتلقى الكتلتين اليمين والشمال تقريبا قد بعض متوازنتين، الطالب اللي على الشمال بيوزنه طالب على اليمين وواحد في النص وهكذا، في واحد على اليمين واحد على الشمال بنفس الاوزان تقريبا وبنفس الاحجام وهكذا. يعني كل التفاصيل دي بتدي لك شكل نهائي مريح للعين وتحس ان هو كتله شكلها حلو كده ومظبوط. ودي الصور اللي انا استخدمتها في التصميم بتاعي، هتلاقي كل الصور دي موجوده في اللينك في الديسكربشن تقدر تحملها وتتابع معايا. طيب بعد ما اتكلمنا شويه كلام نظري خلينا بقى نخش على الشرح العملي. دي الصور بعد ما فصلناها من الخلفيه، وهتلقى في الديسكربشن حلقتين، واحده بتشرح لك الماسك بالتفصيل عشان تقدر ان انت تحدد اي صوره من الخلفيه، وواحده ثانيه بتشرح لك ازاي تقدر تحدد الشعر باحترافيه، هتلاقيهم في الديسكربشن او في الاي اللي هتظهر لك دلوقتي. فده اللي انا عملته في اول خطوه خالص، ان انا فصلت العناصر بتاعتي كل عنصر لوحده فصلته من الخلفيه بتاعته عشان اقدر ان انا اشتغل عليه. طيب خليني اول حاجه في البدايه خالص نبتدي نشتغل على الخلفيه. في الاول خالص هدوس كنترول جي لكل الصور بتاعتي عشان اعملهم في جروب، اخفيهم مؤقتا وابتدي اعمل اول حاجه الخلفيه عندي. فانا هاجي من ادجستمنت من تحت من هنا وهاجي من سوليد كلر، هعمل سوليد كلر لاير عاديه جدا، وبعد كده هدوس اوكي، بعد كده هدوس دبل كليك على اللاير عشان اعمل جراديانت في اللاير اللي انا عملتها، هدوس جراديانت اوفرلاي واختار اللونين وليكن مثلا اللون اللي هو الاكوا ده واللون التاني اللي هو لون اصفر بس كريمي شويه. بعد كده هاجي هعمل العناصر اللي انتوا شايفينها في الخلفيه دي، بتدي شكل حلو في الخلفيه في نفس الوقت ظبطه لي كده التكوين بتاع التصميم بتاعي. هعملها ازاي؟ ببساطه شديده هاجي بالاداه الريكتانجل العاديه جدا، هعمل مستطيل بالشكل ده، وبعد كده هخلي المستطيل هدوس دبل كليك عليه واختار جراديانت اوفرلي. انا كده بعمل جراديانت عادي،
ولكن هختار هنا الابيض والاسود وهدوس اوكي، وبعد كده يعني هخليه بالشكل ده، وبعد كده هدوس اوكي. هخلي بس ان هو ملوش ستروك خالص، يعني ما يبقاش لي لون الستروك، وهغير البليندنج مود بتاع الجراديانت بتاعي لحاجة اسمها اوفرلاي. بعد كده هدوس اوكي. طبعا هنا ما بانش التأثير قوي عشان اللير اصلا لونها ابيض، فانا عشان اشيل اللون اللي في اللير وحافظ على الستايل او الجراديانت اللي انا لسه عامله، فانا هقلل الفيل اخليه 0%، فبالتالي هو كده ساب لي الافكت اللي انا عامله بس اللي هو الستايل، ولكن شال لي اللون من اللير الاصلي. اعتقد اوفرلاي هنا مش افضل حاجه، فانا هدوس تاني على الافكتس واغير البلندنج اوبشنز، اخليها وليكن مثلا سكرين، اعتقد سكرين افضل. بعد كده هدوس اوكي، وبعد كده هدوس كنترول تي، وهدوس كنترول وهشد كده، يعني وانا دايس كنترول هشد كده وهدوس شيفت، انا كده بعمل زي تمييل للعنصر كده بخليه مايل، وبعد كده هدوس انتر وهبتدي اني اقلل في الاوبستي بتاعه اللاير بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هاخد نفس اللاير دي، هدوس الت على نفس اللاير وهشدها كده عشان اعمل منها كوبي واحطها بالشكل ده. دي النقطة الأولانية. هاخد نفس الاتنين لاير دول، هدوس كنترول جي عشان اعملهم في جروب، وبعد كده هدوس كنترول جي عشان اعمل دوبليكيت، وبعد كده كنترول تي كليك يمين فليب هوريزونتال عشان اعملهم الناحية التانية احطهم بالشكل ده. دي البداية اللي انا عملتها عشان احط العنصرين دول كده في الخلفية. بعد كده بقى نبتدي نشتغل على الصور بتاعتي. اول حاجة هو اني هبتدي ارصص الصور بالشكل التكوين اللي انتوا شفتوه. اول حاجة اجيب صورة الولد ده احطه في الاول خالص واخليها اكبر حاجة تقريبا، وهزبط باقي الصور بتكوين يخلي في سيمترية من ناحيتين. فانا هاجي هظهر كده الجايدز اللي انا كنت عملتها دي. عشان تعمل المسطرة او الخطوط دي بتيجي من قائمة فيو ودوس نيو جايد، وعشان اخليه في النص بالظبط بخليها 50، ولكن اكتب بعد كده 50%، فبيعمل لي الخط اللي في النص ده. ده بالنسبه للفيرتيكال، نفس الكلام للهوريزونتال عشان اقسم الصفحه كده بالنص، وابتدي اني ارصص العناصر بتاعتي عشان تديني التكوين المظبوط بالنسبه لي. راعي وانا برصص العناصر او الصور ان الاحجام بتاعت الراس بتاعت كل شخص تبقى تقريبا قريبه، يعني اللي على اليمين يبقى يساوي تقريبا اللي على الشمال. فانا اجي صوره الشخص ده احطها في النص كده عشان تبقى أسمى التصميم بالظبط. نفس الكلام هنا، هجيبها يمين شوية وهاجي على صورة الولد ده هجيبها شمال شوية، بحيث ان انا بعيني كده اسنتر كل حاجة، يبقى اللي على اليمين شبه اللي على الشمال عشان يبقى التكوين سيمتريكال وشكله حلو ومريح للعين. بعد كده هجيب صورة البنت فهنا كده، ممكن ان انا اكبرها شوية، وبعدها هجيب صورة الولد ده احطها من تحت كده اكبرها شوية. طبعا الصور الاشخاص دلوقتي تعتبر داخله في بعض، ولكن انا هعمل كذا افكت وهشرح لكم هنعملهم ازاي دلوقتي، هيخلوا لي الصور تبعد عن بعض او يبقى فيه تظهر عن بعض. يعني احاول بس في البدايه ان انا اخلي الصور تقريبا بنفس الاوزان يمين وشمال. عظيم جدا كده في البدايه خالص انا ظبطت تقريبا التكوين بتاع الصور او الاماكن بتاعتها. هاجي على كل صوره من الصور دي وهبتدي اني امسح، هعمل ماسك في اللير وهبتدي اني امسح من كل لير من تحت كده بالفرشه الفيدي. فهاجي على اول صوره خالص اللي هي صوره الشخص اللي في الخلفيه دي، وادوس على علامه الماسك من تحت من هنا، وهاجيب اداه البراش العاديه، ادوس كليك يمين السوفت راوندد براش، وابتدي هقلل بس الفلو عشان يبقى عندي تحكم اكتر في عمليه المسح. وهاجي باللون الاسود، لو انا عايز اغير من بين اللون الاسود والابيض بدوس على حرف الزرار الاكس في الكيبورد، وبعد كده ببتدي اني امسح زي ما انتم شايفين. بصوا فصلي بقى الشخص اللي في الخلفيه ده تحس ان هو بعيد شويه، فابتدي اني امسح بشكل سوفت كده على الحواف بتاعته. هاجي على كل صوره وهمسح في الحواف بتاعتها من تحت. فانا هاجي مثلا على الصوره دي وامسح في الحواف بتاعتها كده بشكل ما يكونش يعني مفاجئ، عايز اخليه في تدريج كده. اعمل نفس الكلام ده، هعمل ماسك وامسح كده بالشكل ده بحيث يبقى العناصر كلها مندمجة تماما عندي في شكل مش مزعج للعين. عظيم جدا، دي اول خطوة وهي ان احنا حطينا العناصر كده وزبطنا مسحنا فيهم الاجزاء اللي احنا مش عايزينها. بعد كده بقى في حاجة اكيد انتم ملاحظينها، وهي الالوان بتاعت كل صورة مختلفة عن التانية. يعني مثلا لو هنبص على صورة الشخص ده هتلقى الالوان بتاعت الجلد بتاعه لونه مصفر شوية كده،
ولكن هنا تحس ان هو باهت وشاحب وشه. نفس الكلام هنا تحس ان هو يعني هنا مظبوط شوية لكن هنا تحس ان الصورة بهتانة كده. فهنعدل في كل صورة من الصور دي، هنعمل فلتر كاميرا رو عشان نعدل في كل صورة من الصور دي وتدينا الافكت اللي احنا عاوزين. فانا اجي مثلا على اول صورة اللي هي صورة الشخص الاولاني دلوقتي، انا بس هخفي الجايدز دي، هدوس كنترول كاف في الكيبورد عشان يخفي لي الجايدز دي، وبعد كده هاجي من فلتر وكاميرا رو فلتر، هعمل زوم ان هنا كده. في ناس كتير بتقول ان هم مش عندهم كاميرا رو فلتر، الفلتر ده تقدر ان انت تحمله من بتحميل خارجي وبعد كده بتسطبه فبتلقاه عندك يعني. اول حاجه هنظبطها هنا هي هنبتدي نعلي شويه في الفايبرنس او الالوان بتاعت الجلد عشان زي ما انتم شايفين هي شاحبه شويه، وبعد كده هنبتدي ان احنا نرفع الشادوز شويه، ده بيديني تفاصيل اكتر، والتكتشر نفس الحكايه. وهاجي من عند الديتيلز وابتدي اني اعلي الشاربنس كده زي ما انتم شايفين، بصوا الصوره بقى فيها تفاصيل اكتر لما بقلل الشاربنس، بصوا لما بعليها بيبقى فيها تفاصيل اكتر. هزود شويه كده النويز ريدكشن عشان بيطلع لي شويه نويز لما بزود الشاربنس يعني، وهكذا. بعد كده بدوس اوكي. زي ما انتم شايفين دلوقتي الصورتين بقوا تقريبا الى حد كبير شبه بعض. انا اخد الصوره دي كريفرنس او هي الاساس اللي انا بحاول اخلي الصور كلها شبهه، فانا عدلت على الوان الطفل اللي هو من فوق من هنا وخليتها نفس الوان الصورة دي. نفس الكلام ده بقى انا هعمله على كل الصور اللي عندي عشان اماتش كل الالوان مع بعض. طيب عظيم جدا، انا كده تقريبا عدلت في الالوان بتاعت الاشخاص كلها بحيث ان هي تبقى قريبة من بعض. الخطوة اللي بعد كده بقى هي اني هبتدي اعمل دوج اند بيرن سريع كده عشان اخلي فيه تفاصيل اكتر في الوش، والافكت ده بيدي حيوية كده للصورة. يعني لو وريتكم التأثير ده على صورة الشخص ده زي ما انتم شايفين كده، بصوا ده قبل وده بعد، تحس الصورة بقت يعني 3D اكتر، مجسمة اكتر، لان انا بغمق الاماكن الغامقة وفتح الاماكن الفاتحة، بغمقها اكتر وبفتحها اكتر، فبالتالي بيخلي الوش 3D اكتر كده. هوريلكم التأثير ده دلوقتي هنعمله ازاي. طبعا كنت شرحت كذا فيديو بشرح فيه الافكتات دي، هسيبها لكم في الاي دلوقتي او في الديسكريبشن، ولكن انا هشرح لكم سريعا بيتعمل ازاي. لو جينا مثلا على صورة الشخص اللي من فوق من هنا، هاجي في البداية خالص هعمل جروب كده عشان يبقى كل اللايرز اللي تخص الشخص ده في نفس الجروب ده، وهاجي من الادجستمنت من الكيرفز وابتدي اني اغمق كده، دي اول خطوة. بعد كده ادوس كنترول جي، هعمل نفس الكلام ده ولكن هجيب الكيرفز هعليها شوية كده هفتح كده، ادوس كنترول اي لير الاولانيه، ادوس كنترول اي لير الثانيه عشان اخفي الماسك. بعد كده باجي بالفرشه البيضة وببتدي اول حاجه بقلل الفلو، وببتدي اني الون بقى في الاجزاء اللي هي المفروض الغامقه. فانا هاجي بالفرشه البيضة، بصوا انا هزود التاثير جامد عشان يوضح عندكم، ولكن طبعا احنا في الحقيقه ما بنعملوش كده، وتقدر بعد كده اصلا انك تقلل الاوبستي براحتك يعني. يعني زي ما انتم شايفين انا لما بغمق الاماكن الغامقه الاكتر دي، بصوا بالشكل ده انا بحاول ارسم انحت كده الوش بشكل تاني، يعني اكني برسم الوش وبنحته اكتر فبيبقى 3D اكتر. طبعا هنا الافكت مبالغ فيه جدا، ولكن انا بوري لكم التأثير بيتعمل ازاي، وبعد كده نقدر نحنا نقلل الاوبست بتاعتنا. فانا هاجي بعد كده مثلا دي كانت في اللير اللي هي الغامقة، وبعد كده هاجي في اللير الفاتحة هبتدي بقى اني افتح شوية حاجات، مثلا الجزء اللي عند المناخير ده يعتبر انا اكني برسم الوش من اول وجديد. فتح مثلا الجزء بتاع العين، الجزء اللي في الوش من هنا، طبعا انا ببالغ جدا جدا عشان يوضح قدامك على الشاشة، لكن هو انت لما تيجي بتشتغل بتهدي خالص الافكت عشان ما يبقاش بالشكل الفظيع اللي انت شايفه. ولكن حتى بعد ما احنا مثلا عدلنا التعديل بتاعنا وظبطناه، هاجي حدد الاثنين لير، وهاجي من الفيل هقلل اوبستي او الفيل بتاعها على الاخر، يعني ممكن اخليه 60% مثلا كده. بصوا كده قبل كده بعد كده قبل كده بعد، بصوا الافكت اللي حصل ايه، بقت الصورة ليها عمق اكتر. نفس الكلام ده بقى اللي احنا عملناه هعمله على باقي الصور، ولكن قبل ما اعمله على باقي الصور هقول لكم على كل الافكتات اللي احنا هنعملها، وبعد كده هطبق بقى
الحاجة اللي بعملها على صورة واحدة هنعملها على باقي الصور. النقطة اللي بعد كده هي ان هاجي على نفس الصورة بتاعت الشخص ده، هاجي هعمل نيو لير واحطها في اللير، اخليها تحت صورة الشخص، وهاجي باللون الابيض هعمل كليك واحد كده، فانا هعمل زي مصدر اضاءة كده ورا الصورة بتاعت الشخص واحطها بالشكل ده عشان تعزلها لي شوية عن الباك جراوند، وفي نفس الوقت ده يبقى كأنه ريم لايت جاي من ورا صورة الشخص كده. هدوس دبل كليك على الصورة وهختار حاجة اسمها انر جلو عشان اعمل زي ريم لايت او لون اضاءة جاي لي من الخلفية. اختار مثلا وليكن اللون ده والبليندنج مود اخليه سكرين، اعلي كده الاوباستي وهعلي شوية السايز، اتحكم في الرينج الشكل اللي انا شايفه مناسب، ممكن ان انا اقلل الاوباستي شوية. عظيم، ده كده الافكت اللي عملناه قبل وبعد قبل وبعد، في زي اداني افكت زي اضاءة كده جاية من الخلفية. شايفين بقى الافكت اللي احنا عملناه على صورة الشخص ده، الدوج اند بيرن والانر جلو، نفس الكلام ده بقى هنعمله على كل الصور بتاعت كل صورة من الاشخاص. ده كده الشكل بعد ما عملت نفس الافكت، زي ما انتوا شايفين الريم لايت ده انا عملته على كل صور الاشخاص، والدوج اند بيرن برضو على نفس صور الاشخاص، وزي ما انتوا شايفين ادى عمق كده للصور. يعني مثلا هناخد الصورة دي، بص قبل وبص بعد، كانت الاول تحس ان هي بهتانة كده شوية، دلوقتي تحس ان فيها تفاصيل كده والصورة بقت اقوى عموما. يعني دلوقتي بعد ما عملنا الكمبوزيشن والتأثير بتاعنا، حابين نحط شوية اضاءات بقى في الخلفية وكده عشان تلمع الصورة اكتر، فانا مثلا جبت اللينس فلير دي واجي احول البليندنج مود بتاعها للسكرين، سكرين ده بيخلي لي بس البيكسلز الفاتحة، وهعمل ماسك كده عشان اخفي شوية الحواف الخارجية اللي عندي. نفس الكلام ده هاجي عند اللير دي وهدوس هخليها البليندنج مود بتاعها سكرين، ولكن اللير دي هخليها من ورا خالص في ورا صور الاشخاص، هخليها كبيرة كده من ورا بس انها تديني افكت يعني اضاءة في الخلفية كده. حطها من هنا، نفس الكلام هشد هدوس الت وشد اعمل نسخة منها واحطها ناحية اليمين والناحية الشمال. ممكن انا ادوس كنترول احدد الاتنين لير وبعد كده هعملهم في الجروب، ادوس كنترول جي، بعد كده هعمل ماسك للجروب وابتدي امسح بقى شويه اجزاء كانت ظاهره عندي، وليكن مثلا الجزء اللي من تحت من هنا كده، ادوس اكس امسح الجزء ده، الجزء اللي من هنا برضه. وبس كده يا سيدي، بعد كده في الاخر خالص ممكن ان انت تحدد كل حاجه انت عملتها، ضيف لها كاميرا رو فلتر زي ما انا عملت هنا، يعني ده كده الافكت بتاع الفلتر، ده كده بعد وكده قبل كده بعد وكده بعد، بيدي لك برضو شاربنس ووضوح كده والوان اكتر للصور. وبس كده يا سيدي، دي كانت الحلقة المطولة لشرح التصميم ده. انت في النهاية خالص بتحط التكست بتاعك او الرسالة اللي انت عايز تحطها، ولكن انا هنا بشرح لك التكنيكس او الادوات ازاي عملنا الايديت ده والكومبوزيشن ده. وبس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتدوس على زرار الجرس اهم حاجه، بس انا ان شاء الله في حلقات جايه قويه جدا. كان معاكم هلالي، سلام.